عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة موجزة من قناة الشروق. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس يحيى وفد الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد برئاسة فولكر، وأطلعهم على نتائج زيارته لجمهورية جنوب السودان التي كان لها علاقة مباشرة بعملية السلام والورش التي ستكون خلال الأيام المقبلة في إطار العملية السياسية. وقال الهادي في تصريح صحفي عقب اللقاء إن دولة الجنوب وبوصفها دولة وسيطة وأيضا ضامنة لاتفاقية السلام يجب أن يكون لها دور في الورش الخاصة بالعملية السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الشرق والسلام، مبينا أن زيارته لجوبا تطرقت إلى دور دولة الجنوب في العملية السياسية الجارية حاليا في السودان. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي إبراهيم التزام الدولة بتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والنماء الاقتصادي في ولاية جنوب كردفان، فأمن خلال لقائه بالقصر الجمهوري وفدا من الإدارة الأهلية بالمنطقة الشرقية في ولاية جنوب كردفان، أمن على القضايا الأمنية والتنموية التي طرحها الوفد، ووعد بزيارة المنطقة والوقوف عليها ميدانيا على الأوضاع ووضع الحلول الجذرية لقضايا المنطقة. أكد وزير الثروة الحيوانية في الوزارة الاتحادية حافظ إبراهيم عبد النبي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وماليزيا في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي، وجدد لدى لقائه بمكتبه سفير السودان لدى ماليزيا حسن عبد السلام التزام وزارته بتأسيس شراكات حقيقية ومتميزة مع ماليزيا، منوها إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل موردا اقتصاديا مهما ومتجددا، وشدد على تفعيل وتحريك الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان وماليزيا في مجالات الثروة الحيوانية كافة وتطبيق شهادة الحلال، وذلك للمساهمة في تحقيق مبادرة الأمن الغذائي العالمي. أعلنت حكومة جنوب كردفان ولجنة أمنها حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية اعتبارا من الأمس الاثنين وتستمر لمدة شهر، وجاء ذلك على خلفية مقتل 4 أشخاص وجرح 4 آخرين. وقال الوالي موسى جبر محمود في تصريح صحفي إن أمن واستقرار الولاية من أولويات حكومته، وأضاف على لجنة الأمن ووضع تدابير وتسخير إمكاناتها كافة لحسم الفوضى والمتفلتين، مشددا على جمع السلاح من أيدي المواطنين ليكون فقط للأجهزة النظامية. فأضاف جبر إن إعلان الطوارئ مصحوب بمحاكم الطوارئ بالتنسيق مع الجهاز القضائي بالولاية. أمنت وزيرة الصناعة الاتحادية بتول عباس علام لدى اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك على الإبقاء على ضريبة كلفة الإنتاج العام 2023 كما هي، وعدم زيادتها نسبة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. وأشارت إلى أهمية القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني وحماية المنتج المحلي وحلحلة مشاكل القطاع كافة المتعلقة بالتمويل والوقود والكهرباء بتوفير الطاقة الشمسية البديلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان نهضة واستمرارية وحماية القطاع لدعم الاقتصاد الوطني ككل. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية النشرة الموجزة من قناة الشروق. دمتم دائما في أمان الله.